ممتازة تقريبا، كان هو التقييم اللي كان تفضل فيه الأخ ناصر. نعم، متوسطة إلى ممتازة. طلب إدارة السروق بالمصطلح اللي قاله أنه التهدئة مع مجموعة 61. معنى كلمة التهدئة إذا كانت شروط الإدراج اللي رأتها إدارة لجنة السوق أدت إلى أن 18 شركة نظيفة تدرج خلال 2007، أعتقد أن هذا عامل إيجابي. إذا كانت التهدئة راح معناها إدراج شركات غير نظيفة، فهنا أعتقد الأخ ناصر خالف كلامه أنه قال في 18 شركة نظيفة دخلت السوق. معنى كلمة التهدئة اللي يقصدها الأخ ناصر، هل يقصد بكلمة تهدئة ما بين مجموعة 61 وما بين لجنة السوق هي السماح بشكل غير مباشر أو من خلف الأبواب بإدراج شركات ورقية؟ وسؤال ثاني الأخ ناصر أيضا، تفضل. تقريبا في تقريرهم الأخير مركز الجمان نصح بالتوجه للسوق السعودي من فترة شهر. نعم. هل يعتقد أن عوائد الشركة التوزيعات النقدية أو المنح للسوق السعودي للشركات في السوق السعودي مع احترامنا الكامل للسوق السعودي توازي التوزيعات الشركة النقدية للسوق الكويتي؟ ونتكلم الشركات القيادية في السوق الكويتي وليس الشركات الورقية. نعم. ويعطيكم العافية. أشكرك على هذه المداخلة سيد صالح، لكن سوف نذهب إلى فاصل قصير نعود بعده لتكملة هذه الفقرة. يمكنكم مشاهدة CNBC عربية في هذه الفنادق الفخمة. أخبار سوق الأسهم السعودي مباشرة على هاتفك المتحرك. أرسل SMS على 5678 جوال. CNBC جوال، واكب الحدث وابقى على اطلاع. يحرك العالم، يصنع السياسات، يفجر الحروب، ويمنح الناس الدفء والنور. النفط والطاقة، حكايات لإثارة الدهشة على CNBC. هذا البرنامج برعاية طاقات القابضة. فإن أسهم البنوك إنما حرمت لا لمجرد كونها بنوك. هذه المضاربة من حيث المبدأ مشروعة، ولكنها لها شروط وضوابط. الشركات التي أصلاً عملها في الحرام لا يجوز المشاركة فيها بأي حال من الأحوال. هذه من البيوع الباطلة، هذا هو التورق وهذا مباح إقراض، وبالتالي فيجب أن يزكي عنه. فالفقر لم يأتي محموداً قط. فسلام الله عليكم ورحمته. المال في الإسلام على CNBC. إذن ولنعود مجددا إلى ردود أفعال المستثمرين لكن خارج المنطقة الخليجية إلى ضفاف النيل. المستثمرين في مصر ماذا قالوا في سوقهم؟ السوق المصري شهد طفرة كبيرة قوي في الأسهم الغير متوقعة، اللي هي الأسهم الصغيرة اللي هي الحد بتاعها 5%. أداء السوق المصري كان السنة دي كان أداء ممتاز، بس للأسف برضك عايزين مزيد من الشفافية. بعض الأسهم وبعض الأخبار وبعض الأحداث اللي بتحصل دي لازم تكون واقفة من إدارة البورصة الأسهم الكبيرة. بس إحنا مستثمرين صغيرين لازم برضك يبقى فيه نوع من العدل كده، إن في حاجة تحمينا إحنا من المضاربات العنيفة والكلام ده كله. السنة ديت والله أنا شايف إن أداء السوق المصري في تحسن جامد جدا، وبعض قرارات الهيئة من ساعة تقريبا ما أستاذ أحمد سعد مسك الهيئة شايفين في تطورات، وشايفين في إن السوق كويس وفي فرص كويسة جدا جدا وفرص كتيرة. يعني إحنا دخل لنا استثمارات كتيرة جدا، واستثمارات أجنبية بالأخص واستثمارات عرب. عندنا نسبة الأجانب بقت كبيرة جدا في السوق المصري.
ونسبة الثقة فيما يبدو والتفاؤل أكثر يعني مع المستثمرين المصريين. ونتحول إلى القاهرة، معي من هناك كمال أشرف مدير عام شركة الجزيرة لتداول الأوراق المالية. مساء الخير سيد كمال، كيف تعلق على أداء السوق المصرية؟ أهلا بك، يعني هل أنت مفرط في التفاؤل أم بين بين؟ يعني الحمد لله كل سنة طيبين. احنا انجزنا 2007 الحمد لله على اداء كويس قوي. احنا بنتكلم في ارتفاعات قربة 25%، فدي الحمد لله كان يعتبر سنة مبشرة بالنسبة لنا. سنة برضو شهدت ارتفاعات في القطاعات كتير قوي عندنا، زي قطاع الاسكان، زي قطاع البنوك، الشركات الكبيرة فيها تحركات واعية جدا، خاصة عمليات استحواذ كبيرة، بنوك كتيرة، بنك المصري الوطني المصري تم بيعه، بنك الوطني للتنمية، شايفين في استثمارات، شركة موني دبي لما دخلت أخد مينا السخنة، في استثمارات واعدة في مصر أو تمت في صفقات كبيرة في 2007 ساعدت كتير قوي على نمو السوق عندنا. نعم. شايف ان في استقرار اقتصادي، شايف كل المؤشرات الاقتصاديه 2007 كانت ايجابيه الحمد لله، فاثرت الايجاب كويس على البورصه، بنقول ارتفاع 25% بارتفاع كويس جدا بالنسبه للسنه. نعم. واحده العائد من 25%. نعم. كويس قوي. نعم، وكانت هناك ارتفاعات يعني سيد كمال، كانت نعم شركات فعلا، نعم دي ورده ودي في كل الاسواق. نعم، وان كان برضه بنقول يعني سيد كمال ايضا شركات طريقها لاتخاذ قرارات تحد شويه من الارتفاعات او المضاربات في 2008 ان شاء الله. نعم، 2008 كيف تراه؟ يعني شهدنا بالنسبه للقطاع العقاري وقطاع ايضا التطوير العقاري شهد يعني ارتفاعات فعلا قويه، هل سيستمر هذا الموضوع؟ من اول السنه يعني كان حصل عندنا مزايدات على الاراضي، او الوزير احمد مغربي لما ابتدى قرر ان الاراضي تتباع بنظام المزايده، اول ما ابتدى يتباع شفنا الاراضي او شفنا الاسعار الحقيقيه للاراضي. نعم. سببت ارتفاعات في القطاع بالكامل، الناس قدرنا نقيم الاراضي على حسب الطلب وليس على القيمه التذكاريه او القيمه. نعم. العاديه المتوقعه اللي كان الناس بتقيم عليها. نعم. لما نشوف سعر اراضي يمكن في مصر اول مره توصل ان سعر الارض 4000 جنيه، ساهمت ان كل قطاعات الاراضي او كل الشركات المستحوذة على أراضي زي شركة مدينة نصر وزي شركة مصر الجديدة نشوف مرتفعات أكثر من 500% في خلال سنة. نعم. تقييمات أثبتت، طبعا اصطحبت وراها شركات المقاولات في ارتفاع، شركات الأسمنت ارتفعت، شركات الحديد. نعم. كل القطاع سواء الإسكان أو الصناعات المكملة للإسكان، ده في مثلا السويدي بالكبات، كل ده القطاع ارتفع. واقول الانعكاس ان انا بص على مؤشر عام للبورصه بيرتفع 25% بيقول ان في مؤشرات او شركات كتيره واكثر من قطاع ارتفع وشهد نمو. نعم. لو قلنا هنقول في قطاعات بس قليله ما نمتش او ما ارتفعتش بنسبه كبيره او ما ارتفعتش يمكن خالص، شركات معينه زي قطاع الغاز يمكن كان التداول بتاعه حتى ضعيف أو ما أثرش كيف. نعم. البورصة بس ما شاهدش ارتفاعات في 2007. نعم. وأشكرك سيد كمال أشرف على هذه المداخلة. أعود إليك محمد العمران، بالنسبة للسوق السعودية يعني نلاحظ في الإمارات وهذا طبعا التوجه القوي للشركات العقارية ازداد، يعني بعد أن كانت أعمار هي اللاعب الوحيد تقريبا في السوق كشركة عقارية انضافت إليها الدار وصروح وأيضا شركات أخرى في سوق أبو ظبي. لنعود إلى السوق السعودية، مؤثراتها وأيضا محركاتها مختلفة، ويعني كثير من التقارير، كثير من التوقعات تشير أن الأسهم السعودية قد تقود الخليجية في انتعاش 2008. أيضا الفرص الاستثمارية في السعودية سيكون جلها في أسواق الأسهم انتظارا لتحقيق طفرة في الاقتصاد، يعني السوق الأسهم قد تسبق تطور الاقتصاد إن كان سوف نتكلم عن المدن الاقتصادية وما إلى ذلك. لنتحدث عن هذه التوجهات يعني في السوق، محركات السوق السعودية، وهل يمكن أن تنتقل نفس المحركات؟ يعني لاحظنا أن الصناعة كان له دور كتير قوي في 2007، هل سننتقل بنفس الإطار في 2008؟ نعم، يعني بس حب أوضح أن من أهم العوامل اللي ساعدت على الارتفاعات اللي شهدها السوق خلال 3 شهور الأخيرة، وأيضا أتوقع أنها تستمر